مهرجانات بلبنان مع انه خلص اب يعني بلشت الصيفيه تخلص، المهرجانات عم تكتر، بنلحق حالنا بشهر ايلول لنستفيد للاخر من الصيفيه. المهرجان اليوم بالحزميه، لنشوف بالحزميه كيف رح تكون، رح يكون الاحتفال مع مدام سيليا دعيبس. اهلا وسهلا فيك عضو المجلس البلدي، ومعنا كمان راي حرب المستشار الاعلامي كمان للمهرجان. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي، اهلا فيك وعقبال كل سنه. ثانك يو. خبرينا شوي مدام دعيبس عن مهرجان الحزمية السنة. أولا خليني أتشكر تلفزيون الأم تي في وبرنامجيك اللي استضفتونا، أعطيتونا مجال تنحكي شوي عن المهرجان. بلدية المجلس بلدية الحزمية رئيسا وأعضاء، بعد ما اهتمينا بالطفل والشباب والمسنين من كل النواحي، النشاطات يعني نشاطات بيئية تسقيفية رياضية وترفيهية، حبينا نتوج ختام الصيفية بمهرجان فني. وكانت أمنيتنا أنه نحقق، وحكينا مع رئيس البلدية وبعد عدة اجتماعات تحققت أمنيتنا. وهون خليني وجه تحية لرئيس بلدية الحزمية السيد جان لياس الأسمر، العين الساهر على البلدة وأبنائها. نعم. وداعم الاول لكل نشاطات مفيده للبلده. فكان هالمهرجان يلي كيف راح يكون برنامجه؟ برنامجه راح يكون بيبدا الساعه 8:30 مساء تحديدا نهار السبت ب4 ايلول. المكان راح يكون دير الاباء المختاريين بوسط البلده، هيك بيكون جامع لكل ابناء البلده. راح نفتتحه مع ضاحك الليل الي ايوب، عندنا الفرسان الأربعة، وختامه مع النجمة المتميزة كارول سماحة. حفلة مميزة جدا. حفلة مميزة أكيد. ومنتمنى حضوركم كمان. نعم. رح يكون لكن دعوة عامة مثل ما شفت على ال. نعم يعني نتأمل يكونوا الكل مجتمعين. وهون خلينا كمان نتشكر شكر خاص لدار السيد بشخص عميدتها السيدة إلهام فريحة اللي داعم الأول لمجلس بلدية الحزمية واهتمام خاص لإلنا. نعم. شو علاقتكم بدار الصياد؟ نحن عندنا وثيقة تعاون إذا بدك مع دار الصياد، وتحديدا مع مؤسسة سعيد وحسيبة فريحة كبلدية الحزمية. انطلاقا من هالوثيقة التعاون رح يكون في عندنا مجموعة من النشاطات تمهيدا لإطلاق ربيع الحزمية يلي رح يصير بالربيع 2011. هيدا أول نشاط عم بيكون بالتعاون مع المؤسسة وتحديدا مع مجلة الشبكة كبلدية. بس اسمحي لي أذكر إنه الدعوة عامة مثل ما حضرتك قلتي رح تكون open and free invitation للجميع. كمان رح يكون بالنسبة للمهرجان المواقف مؤمنة وكله على الكراسي، يعني رح يكون في عنا حوالي 1000 كرسي موجودة ضمن المهرجان. أهم شيء المواقف مؤمنة. أهم شيء المواقف مؤمنة. نوقف السيارة. شو نشاطاتكم؟ خبرنا عنها راي. نشاطاتنا نحن بلشنا من فترة سبق قلت بالعنوان اللي أنا نهتم لأننا ننتمي، هذا الشعار للحزمية. انطلاقا من هون كان في عنا سهرة جمعت بالأول مجموعة كبيرة من شباب البلدة، كان هدفها التعارف والتواصل بين الشبيبة. بعدين احتفلنا شوي بالمونديال وحضرنا ماتش سيمي فينال مع مجموعة من شباب البلدة. اليوم عم نعمل هذا المهرجان. في عنا كمان تحضير لإنشاء واستكمال تجهيزات الملعب البلدي يلي رح يصير كمان ملعب جامع لكل أبناء البلدة للحزمية، بالإضافة لمجموعة كتير كبيرة من النشاطات. وأهم نشاط هو استكمال القصر البلدي اللي رح نحتفل فيه إن شاء الله قريبا في المجمع الرياضي. أكيد. خبرينا عن المجمع الرياضي. مجمع الرياضي رح يكون شامل كل النشاطات الرياضية. وين رح يكون؟ بالحزمية. أول الحزمية رح يكون في يعني فكرنا كمان بالطفل كيف بده يلعب إذا وصل على هالمجمع، والشبيبة الفوتبول باسكتبول، لا شوي مستنين بيتانك، وفي للبيتون، في للبيسيكليت. يعني بس يوصلوا الكل بيتسلوا. واكيد يعني مجانا ما وفي مين يهتم بالكل. نشاطاتكم، فاذا كنت عم تحكي مدام دعيدس عن نشاطات كمان اجتماعيه وترفيهيه خلال صحيح. كل السنه. خلال كل السنه مزبوط، نحن ما بنوقف عند حدث معين، يعني هذا كان احد المهرجانات يلي عم بتكون، على نوال بيكون في عندنا كمان مهرجانات، هيدا اقرب شيء رح بتكون حاليا. كمان بخلال السنه بنكون عندنا مجموعه من النشاطات يلي عم بتزين الحزميه اذا بدك، ودائما هدفها انه نكون نحن كلنا
مجتمعين بالحزمية يتعرفوا هالشباب على بعضهم أكثر، هالشباب هالعيال يلي موجودة ضمن الحزمية أو خارجها. بتعرف اليوم على التطور في ناس ممكن يكونوا قاعدين برات الحزمية بس جذورهم بالحزمية، كمان بهمنا أنه يكونوا موجودين معنا ويتعرفوا على أولاد الحزمية، على أهلها، على تراثها. والحزمية اليوم لأنه صارت مدينة مهمة وتعرف بمدينة الاستثمارات الناجحة، فانطلاقا من هون نحن عم ننطلق لحتى نرجع نجمع عائلة الحزمية الكبيرة ضمن نطاق البلد. وفي اللي سكان الحزمية أكيد. بس أكيد. كمان سكان الحزمية على رأسها وهو بهم اللي مزينين لنا البلد كمان. طبعا نشاطات كتير مهمة، بس أنتو كمجلس بلدي الحزمية بلد كبيرة يعني وبتضم مدينة الحزمية وبتضم عدد كبير من السكان، كيف كمجلس بلدي بتجمعوا هال؟ نحن عنا اجتماعات دورية تقريبا كل شهر بنجتمع بنتصل فيهم وبيجوا شو ما بدنا نعمل نشاطات. في أشخاص بيحبوا يساعدونا تنقول نشاطات بيئية، في أشخاص نشاطات معارض بفضلوا، بقى دغري بنحضر لجان وبنشتغل. هلا عم نحضر كمان لمعرض للرسم والشعر. نعم. بقى عم نعطيه المجال يشاركوا معنا بكل شيء. مظبوط. الشغل عم بيكون جماعي يعني بالحزمية لأنه عم بيكون في لجان مثل ما حكيت مدام دعايبس، وكل لجنة في عندها تارجت معين عم تشتغل معه بالتعاون مع مجموعة كبيرة من أبناء وسكان البلد أو بالأصح المدينة صارت أكثر مدينة. من البلد. طبعا هالنشاطات كثير مهمه، بس نرجع نحن لمهرجان، المهرجان يلي راح يكون نهار السبت، يعني اقرب نشاط لكم. هذا سنوي المهرجان؟ هذا المهرجان عم ينشغل على باز سنويه، هالسنه كان نهار واحد بس يلي هو هذا السبت، وان شاء الله بالسنين اللي جايه راح بيكون اكثر واوسع، بيكون عندنا وقت بركي اطول شوي لحتى نحضر له، يكون اكثر من يوم. ببرنامج المهرجان شفت اكثر من كلمه لاكثر من شخص. هو راح يكون في كلمه لرئيس المجلس البلدي سيد جان الاسمر يلي هو راح يفتتح المهرجان. وبعدين بننطلق بمهرجان فني، ما راح نتعب كثير الناس بالحكي، راح ننطلق ديركت بالمهرجان مع ضاحك الليل الي ايوب وفرسان الاربعه ونجمه كارول سماح. ليش اخترتوا ان تكون دعوه عامه؟ دعوة عامة لأنه منحب نشارك الكل معنا، نحن منحبهم ومبسوطين فيهم، يعني بدنا سهرة مع نحسبهم أهلنا. أكيد الحزمية والجوار لأن it's open، مين ما بده بيقدر يكون موجود. وتا نختتم مثل ما قلنا، تا نختتم الصيفية. ونحن نختتم الصيفية عبكير يعني بقاب، لأنه خلص بأيلول منبلش بدنا نتحضر بدنا للسنة الجديدة، خاصة السنة المدرسية اللي بتصير على البواب. وين رح تكون بالتحديد؟ لكن مكان الاحتفال بوسط الحزمية، ملعب دير الأباء المختلس بالملعب. نعم. نعم. هو الملعب معد انه يساحه ولا 1000 شخص وراح يكون موجود فيه 1000 كرسي. امتى بيبدا؟ الساعة 8:30 تماما. 8:30 شو بيكون ال 8:30 نشيد الوطن اللبناني طبعا هذا راح تبدوا مع ضحك الليل الي ايوب. صحيح. الفرسان الاربعه والختام مع الفادات كارول سماح. وبالنسبه للمجلس البلدي الموجه تحيه هلا أكيد مع كل الشغل يلي عم تشتغلوه بالحزميه، شو نشاطاتكم الثانيه راح تكون بعد هالاحتفال؟ النشاطات مثل ما قلنا في المعرض، معرض الرسم، في تحضير لكريسماس، بيكون في شيء 600 ولد بيحضروا مسرحية، بيكون في بير نويل مير نويل، وبعدين بياخدوا ديكادو. هذا كل سنة بيصير؟ كل سنة. كل سنة كل سنة يعني بتكونوا مهتمين وبكل الأعياد بيكون في بكل الأعياد تقريبا عم بيكون في عنا نشاطات، وحتى نشاطاتنا مش بس مرتبطة بالأعياد، عم بتكون أكثر شوي من الأعياد يعني بشكل دوري. الهدف أنه نضل مجموعين بالحزمية. في سيدات كثير بالمجلس البلدي مضبوط. هلا كنت بدي وجه لهم، مش بالبلدية، بدي وجه هلا شكر خاص للسيدات اللجنة اللي هلا عم يحضرونا وعم يشتغلوا بذات الوقت على الديكوريشن، ديكوراتيف اكسسوارز، كيف بدنا يعني نزين هالملعب تا نعطي شوي روح هيك دي بلانت اشياء. كله بده شغل وبده وقت. اكيد كله بده شغل. وسيدات الحزمية اكيد في معي سيدتين مدام سيمون عيراني والاستاذي ساندرا الشامي، كمان مثلنا يعني مثلي بيشتغلوا بكل سيمون عيراني اخدي شؤون اجتماعيه وساندرا اخدي شئ رياضي. نعم.
ونحن واقفين مع بعض يعني بنساعد بعضنا بكل أكيد. النشاطات. اهلا وسهلا فيكم. فاذا الموعد رح يكون نهار السبت ب4 ايلول الساعه 8:30 بيبدا الاحتفال بالاباء المختارين ونحن ناطريكم. يا هلا اهلا وسهلا فيكم.